انت هنا ما تعرفتيش، وخلي بالك معظم اللي بتعاركوا عنده الستات. انا مش طايق ابص في وشه. 200,000 دولار خساره. بس اعمل ايه بقى؟ مراتي ده طلع راجل عقري. يلا ايه ده؟ ايه ده؟ غلط ايه وبتاع؟ انت هتلبسني مصيبه على الصبح. انت عرفت ان كميل خطيب باسكال طلب فتح قضيه موتها من جديد؟ هنعمل ايه؟ اسمتنا كده يا ابني. مراتك هي اللي مش عايزه تخلف. الو الو الهاني يا هادي، الهاني الهاني. انت دفعت الفلوس دي؟ ها خير يا ابني؟ ايه بقى يا سيدي المشاكل اللي بينك وبين مراتك؟ يعني عشان موضوع الخلفه، هي عايزه تاجل الحمل شويه عشان ظروف شغلها، وانا بصراحه اصريت ان احنا لازم نخلف دلوقتي، عشان كده جيت لك. اشرف يا ابني، انا مش دكتور امراض نساء. لا ما انا مقصودش كده يا خالو. بس انا قلت الست اللي هتكون ام لعيالي لازم اطمن كويس قوي لسمعه عيلتها. سمعه عيلتها؟ سمعة عيلت مراتك زي الفل بلا. وانا كمان كنت متاكد ان سمعتهم زي الفل لحد ما اكتشفت انك على علاقه بفريده جبالي. لا يا اشرف، انا مفيش علاقه بيني وبين فريده جبالي. فريده جبالي تبقى مراتي. تروحوا ترجعوا بالسلامة إن شاء الله يا ماما. الله يسلمك يا حبيب. بقول لك إيه يا حسام، أوعى تعمل أي حاجة فيها تهور أو أي حاجة. أنت عارف أنا خايفة عليك يا حبيبي. تلاقيش يا ماما، تلاقيش عليا. خد بالك منها يا زين. تلاقيش حس ماما في عناية. المهم تاخد بالك أنت من نفسك. حاضر، تلاقيش. وبعدين فجوك ده بقى؟ مش عارف، بس بقول لك ايه؟ اقسم لك اني هعمل معاك جلاشه. يا ابني اهدى يا ابني، ايه عقل بقى؟ تعمل معاك جلاشه يعني ايه؟ احنا عايزين نستفيد مش عايزين نتسجن. بص بص مين جاي؟ ده يوسف. بقول لك ايه نديم، خلينا نزوده شويه. يوسف تعمل ايه؟ والفين؟ مساء العسل على البرنس الكبير قوي. صباح الفل يا صاحبي. وقاعدين ناشفة كده ليه؟ ما فيش موزز يعني ولا أي حاجة. إيش دعواتك يا صاحبي؟ الدنيا نايمة خالص. طب اعمل لي كاس. كاس بقى هنا للبرنس. لا يا جماعة تعالوا معايا نبص. أنا أخويا اعملوا لي أنا بقى. الله. ايوه قاعدين لي في الصحراء وسايبين الموزز هنا لوحدها. انا عاجبني قوي البنت ام كارلي. بقول لك ايه، شعرها حلو قوي. ما لقيتش غير المنكوشه دي. منكوشه؟ والشعر والجرجريه المنكوش، ايش فاهمك انت؟ طول عمور هتعجبك جدا بجد. بقول لك يا جو، انا معاك في المصلحه دي. عيب يا عموره، ده جو طول عمره هما لون. تقول له يا بلبل. ايوه انت جيت في الحته الصح. طب الدبح امتى بقى يا رجاله؟ عشان عايز اخمس بسرعه. حياتك هما ساعتين زمن بره السلخانه كمان. يلا بينا. جاي لك يا كارلي. الدكتور عملك بنت اختي الله يرحمها اتطوعت تساعدني في الفتره اللي حازم وياسين غايبين عن الشغل. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك، ميرسي قوي. ما تقلقيش يا فريده، هنا احنا كلنا هنكون معاها ونفهمها كل حاجه. خلاص كده تمام، اتفضلي. اتفضلي معايا دكتوره ملك. لو وقفتي في اي حاجه كلميني على طول، او كلمي انجي لو ما عرفتيش توصلي.
اتفضل. اوكي طبعا اذن حضرتك. ده ملف فيه كل الارقام الخاصه بالشركه، حضرتك لو عايزه اي حاجه بس كفايه السماعه كلميني هتلاقيني قدامك على طول. اوكي انجي ميرسي قوي. ملك مش معقولة. حسام ازيك؟ تعالى. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. عايشة؟ طب الحمد لله. طبعا انا اسف ان انا ما عرفتش اعزيكي في فرح حازم، بس انت عارفة بقى الربكة اللي احنا كنا فيها. لا لا خالص ولا يهمك. بس انت بتعملي ايه؟ انا ضيفة هنا كده كام يوم لحد ما حازم يرجع من السفر ان شاء الله، مساعدة عند فريدة يعني شوية. طيب حلو جدا. طب لو احتجت اي مساعدة انا موجود. اوكي يا حسام. خلاص ماشي يلا عن اذنك. مش احسن بقى ان احنا نتقابل هنا في الفندق؟ حقيقي فكره كويسه قوي. قولي بقى انت كنت عاوز في موضوع مهم. ايه هو؟ اشرف جالي امبارح وسالني عن علاقتنا ببعض. الحقيقه انا ما لقيتش قدامي اي حل غير ان اقول له ان احنا متجوزين. انا كنت متوقعه ده. فريده لازم نعلن ان احنا متجوزين. الموضوع مش بالسهوله دي. لازم نفكر كويس قوي قبل اعلان جوازنا. مساء الخير يا انسه ملك. مساء النور يا سماح. في واحد بيسال على حضرتك تحت. واحد مين ده وعاوز ايه؟ مش عارفه هو عايز ايه، بيقول اسمه اياد. اياد؟ يا حصلت كمان تيجي لحد هنا؟ انت اكيد اتجننت رسمي. اعمل لك ايه؟ ما انت اللي مش عايزه ترد عليا. انت ايه يا ابني ما بتحسش؟ ايه ما عندكش دم؟ وايه اللي حصل تاني بس؟ هو كان في اولاني عشان يبقى في تاني. احنا كنا كويسين في الاوتيل. ما هو رضي بقى ان شاء الله. بقول لك ايه؟ اطلع بره دلوقتي حالا، بره. لا بره ايه؟ في حاجات مهمة لازم أقولها لك. حاجات ايه بقى إن شاء الله؟ دكتور عبد الله زميلي كلمني النهارده وقال لي إن في حد شافك وأنت نازلة من الشقة يوم الحادثة. حد زي مين يعني؟ معرفش. جايز جدا الممرضة اللي كانت معاكي. شكلهم كده يعملوك استدعاء لأخذ أقوالك. حتى فكرت يعني بسرعة كده واتصرفت عشانك والله يا ملك. كلمت محامي صاحبي هناك يروح بدلك لو عملوك استدعاء. أنت متأكد من الكلام ده؟ شفت بقى يا ملك أنا خايف عليك إزاي؟ لازم تعرفي إن عندك مشكلة كبيرة جدا ومحتاجة أنا أبقى جنبك، لأنك من غيري هتقعي في مشاكل ملهاش عدد. ولعلمك أهلك دول لو عرفوا معاملتهم معاك هتتغير 180 درجة، ومش بعيد كمان يطردوكي بره فيلتهم. عايزك تهدي كده وتعقلي وتفكري شوفي مصلحتك فين. بتعملي ايه يا زفت الطين؟ ما بعملش حاجه والله. الله يسخطك قرد يا شيخه. انت يا بنت مش هتبطلي العاده السيئه اللي فيكي دي؟ بتتصنطي ليه؟ ما ابدا والله. الانسه ملك عندها ضيف. بتتصنطي عليهم ليه؟ انا واقفه في حالي قلت خليني جنبهم يمكن الضيف يعوز يشرب حاجه ولا حاجه. يا سلام يا سلام، البنت شايفه شغلها قوي. انت يا بنت فاكره بالكلمتين دول هتعرفي تضحكي عليا؟ انا نفسي افهم هو التصنن ده عندك بقى ايه؟ مزاجك؟ كيف؟ يا ست عزمه حضرتك ظلماني، انا ما عملتش حاجه والله العظيم ما عملت حاجه. انت يا بنت كمان بتحلفي والله العظيم. امشي يا بنت امشي روحي شوفي شغلك، وهما لما يعوزوا يشربوا حاجه انا هاجي اندهلك. روحي. يا ساتر يا رب يا ساتر. والمحامي ده هياخد اتعاب قد ايه؟ يعني مش اقل من 10,000 دولار. ايه؟ طبعا يا ملك دي قضية كبيرة، قضية قتل. وطي صوتك. لا
لازم تعملي حسابك ان بقى في شاهد اثبات ممكن يتعرف عليكي، وساعتها ممكن تاخدي حكم غيابي ويحصل تنسيق مع الانتربول هنا ويسلموك للسلطات اللبنانيه. مساء الخير. اهلا يا طنط مساء النور. احب اعرفك يا طنط، اياد صاحب خالد وكان معايا في بيروت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. افتكر خالد حكى لي عنه. مش انت اللي خالد بعت السي في بتاعك لملك في لبنان؟ بالظبط كده. هو خالد موجود هنا ولا ايه؟ لا، هو لسه ما جاش. واضح ان هو هيتاخر، انا هبقى اعدي عليه وقت تاني. انا اذنك يا ملك. بعد اذنك يا هانم. اتفضل اتفضل. باين عليه شاب ظريف. ايه؟ يعني هو كان جاي لك ولا جاي لخالد؟ خالد. اقصد يعني ما اعرفش. هو في ايه يا ملك؟ مفيش طنط، بس جالي صداع فجأة كده، ف هطلع اوضتي استريح. اذنك. هانيمون ايه وزفت ايه؟ دول اوحش 3 ايام في حياتي، انا حاسس ان انا كنت عايش في كابوس. هما فعلا 3 ايام وحشين قوي. انا كمان ما اتبسطتش خالص. طب حازم، تيجي نسافر اوروبا؟ احنا الاثنين معانا شنجن، يعني كل اللي هنتكلفه هو يا دوبك التيكت. نسافر ايه وزفت ايه؟ هو انت ايه يا بنتي؟ ما بتحسيش؟ انت مش عارفه احنا حصل لنا ايه؟ ولا عايزين نستنى لحد ما حد يجي ويموتنا؟ هو انت بتتكلم معايا بالطريقه دي ليه؟ انت ليه مستفز كده؟ ما تتكلم عادل زي ما انا بكلمك. ولا انت ايه؟ مستني تاخد الاذن. اذن؟ اذن من مين؟ خالد وماما؟ لا يا حبيبي، أنا حتى لو خالد وماما كانوا قالوا لي خليك في الهانيمون بتاعك ما كنتش هسمع كلامهم وهرجع برضه. خالد 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 اللي يقول، وخالد اللي يفكر، خالد اللي يقرر. هو مش كفاية علينا مامتك اللي ما فيش فرح ما فيش هانيمون هي اللي تحدد البلد اللي نسافر عليها؟ أنت إيه يا أخي؟ ما عندكش شخصية؟ طب اخرسي بقى. أوعى سيب إيدي. أنت ما تستاهليش حتى إن الواحد يمد إيده عليكي. أوعى. انت شكلك مش سهلة خالص تعملي كده مع الجو. ماشي، رد عم اشرف. اشرف بيه، شفت خالتك روز عملت معايا؟ عملت اكونت وهم كده على الفيسبوك، عملت لها اد، راحت عامله لي اجنور. بتضحك؟ ها ماشي، ما تقلقش موضوع وقت بس. طب قول لي انت اخويا عملت ايه؟ ليه يا اشرف بس يا ابني؟ هو انت مش من العيله دي والموضوع يهمك ولا ايه؟ ماشي، هستناك تقول لي عملت ايه. سلام. ماشي يا ريت، تلاقيش جوا بيأس، موضوع وقت بس. مساك يا سعداوي. مساك يا بيه. عامل ايه وحش؟ استنى امسك، ما تعدش. ماشي الحمد لله. مش كده روق نفسك كده. ها كده بيه، مش كده بيه. ازيك يا ادريس؟ ازيك يا بيه؟ عامل ايه النهارده؟ الحمد لله. لا، عامل ايه اكل النهارده؟ مش بقول لك انت اخبارك ايه؟ مش ناوي تتجوز بقى يا راجل يا عجوز؟ على حسك ان شاء الله. قول لي، حد سأل عليا؟ عمغ بيه مستنى حضرتك. عمغ بيه؟ عمغ بيه، عمغ. الحمد لله على السلامة. تعالى تعالى اشوف هاكل ايه، تعالى. Thank you.
بس يا ستي احنا كده حطينا الحشو النهائي خالص. هستأذنك ما تاكليش الناحيه دي خالص النهارده، تحاولي تاكلي الناحيه التانية، ولو حسيتي باي وجع ممكن تاخدي اي مسكن خفيف، بس ان شاء الله مش هتحسي بحاجه. يوجعني ايه يا دكتور؟ اللي يتعالج عند حضرتك يتعب تاني. متشكر لحضرتك جدا. بس اللي مضايقني حاجه واحده، اني مش هشوف حضرتك تاني. لا ان شاء الله نتقابل من غير ما يكون في وجع في سنانك. ميرسي يا دكتور. الف سلامه. ايه يا مي، لسه في حد ورا؟ لا تمام كده يا دكتور خالد، تأمرني بحاجة؟ لا متشكر يا مي، تقدري تروحي. شكرا. فكرة مالك وراها سر كبير. حازم ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ ايه اللي رجعك بدري كده؟ انا كنت هموت يا ماما، كويس اني عرفت ارجع اريدلي. ما تشر عليك يا حبيبي، احكي لي قولي ايه اللي حصل؟ انت كويس؟ معقوله يا فاطمه تسيبي جوزك في شهر العسل؟ طب الناس والجيران يقولوا علينا ايه؟ يقولوا عليكي ايه وانت داخله بشنطه هدومك بعد ثلاث ايام من فرح؟ انت نسيتي انت بنت ولسه متجوزه والعين عليكي قد كده؟ طب شوفي الاشاعات اللي هتتقال عليكي. ملعونه ابو الناس، اللي ما عرفش مين هي فاطمه هندوي يبقى على جزمتي. طب انت كنت عايزاني اعمل له ايه بعد اللي عمله فيا سي حازم ده؟ عمل ايه؟ اشتراك ب 100,000 دولار وطبيعي انه يرجع بعد كده. وايه يعني لو كنا رحنا كملنا شهر العسل في تركيا؟ العصابه يعني كانت هتيجي ورايا هناك عشان تخطفني؟ وانطد قوي انا ما شاء الله. الراجل اعصابه باظت بعد اللي حصل، هيبقى فيه دماغ لشهر عسل ولا بصل؟ وانت كمان مستهونه باليوم اللي قضيتيه مع العصابه؟ تفكرينيش بقى يا ماما. كانت ليله سودة. او هيكونوا عملوا فيك حاجة. يا حبيبي يا ابني بقى يحصل لك كل ده وانا قاعدة هنا في البيت ما اعرفش اي حاجة؟ يا حبيبتي ما احنا ما كناش عايزين نقلقك، ما احنا لو كنا قلنا لك كان هيبقى عندنا مشكلتين نهديكي ونحل له مشكلته. بس انت كنت حاسة وعمالة تسألي في ايه، واحنا كنا بنحاول نمثل عليك ان ما فيش حاجة، بس انت ما طلعتيش سهلة فراولة، قلبك دليلك. طبعا يا حبيبي قلب الام. انا جات لي عقدة من ام الجواز، اعمل باتشلر يغمى عليا واخش المستشفى، اعمل هاني مون مراتي تتخطف واقعد ادور عليها لحد ما كنت هموت انا كمان. ده ايه النحس ده؟ ما اخواتي هم مش متجوزين وزي الفل، ايه القرف اللي انا فيه ده؟ حد قال لك اتجنن واتجوز؟ ما انت زي الفل كده. صراحه حازم انت مالكش في الجواز، والبنت فاطمه دي نحس وشاف قر عليك. اه تصدق يالا انت اول مره تقول حاجه صح في حياتك. اخرسوا. وهي فين فاطمه؟ والنبي يا ماما والنبي افتكر لنا سير عدله. ليه هي فين؟ ايه حد خطفها تاني ولا ايه؟ ولا اتخطفت ولا اتنيلت، ما هي زي القرد عند مامتها. ايه الحقيقه بقى؟ انا فعلا عرفت ربي كويس قوي. انت بتضحك على ايه يا عم؟ ايه يا مالك؟ قاعدة لوحدك كده ليه؟ مفيش، سرحان يعني في اللي حصل لفاطمة وحازم، يعني الموضوع صعب قوي وشكله بقى مرعب. فعلا، خصوصا انهم كانوا في غربة. الدنيا بقت وحشة قوي يا خالد. لا يا مالك الدنيا ما اتغيرتش، الناس هي اللي بقت وحشه قوي. بعدين انت بتقولي الكلام ده ليه؟ هو في حاجه تانية حصلت؟ لا ما حصلش حاجه. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه. يعني انت مش مخبيه حاجه؟ مخبي ايه؟ حاجه زي ايه يعني؟ زي اياد مثلا؟
اياد؟ ايوه اياد. انا عرفت ان في مشكله بينك وبين اياد. وطبعا يوسف هو اللي قال لك مش كده؟ ايه ده؟ هو يوسف كمان عارف؟ بجد؟ وافق انه يفتح الصيدليه؟ تخيل، اقسم بالله ما فهمته. مش مهم مش مهم، وبعدين؟ اشترط عليا ان هو يمضيني اقرار ان انا استلمت كل ميراثي بتاع امي. نتن بذمتك فيه اب يمضي ابنه على اقرار؟ ايه ده؟ ايه ده يا ابني ده؟ مش مهم يعني مش مهم. انت كنت هتطول منه حاجه اصلا. على رايك. وبعدين يا ابني انت تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر انك عرفت تاخد فلوس. بس بقول لك ايه؟ اوعى تمضي على الاقرار ده قبل ما تاخد الفلوس. عيب عليك. هو انا تلميذ؟ ابويا انا عارفه كويس. ماشي. من فضلك يا ملك تحكي لي الموضوع عشان اقدر اساعدك. انت بالذات يا خالد ما اقدرش اكذب عليك. بس خبيتي عليا. انا جيت لقيتك متحمل كل مسؤوليات اخواتك. ما حبيتش ازود عليك مشاكلي مش اكتر. غلط يا ملك، غلط. لو كنت حكيتي لي كان ممكن الحق اتصرف قبل ما الموضوع يكبر. من فضلك احكي لي كل حاجه وبالتفصيل. انت عارف ان انا كنت فاتحه عياده امراض نساء في بيروت. وبشتغل في مستشفى تانية الصبح. عارف طبعا الكلام ده. انت بعتلي السي في بتاع اياد وانا اتوسطت له عشان يشتغل في المستشفى كطبيب عيون. واشتغل فعلا. هو في الاول كان لطيف لذيذ ومحترم. قربنا من بعض وهو صارحني بحبه وعرض عليا الخطوبه. الفتره دي يعني ماما كانت صحتها يعني مش كويسه وما كانتش مستقر، وده اللي يعني كان مأجل موضوع الخطوبه. في نفس الوقت أنا كان عندي صديقة بحبها جدا اسمها إيلين لبنانية، جت وقالت لي إنها حامل. شكله كده كان حمل غير شرعي. مش قادرة أصدقك إيلين، أنتِ تعملي كده؟ وأنا أنا عن جد ما بعرف كيف عملت في حالي هيك، ضيعت نفسي وعشان خاطر مين؟ واحد ما بيستاهل. أما ندلي وجبان صحيح. أنا لازم أتكلم معاه. وانت شو دخلك بالموضوع؟ ورفيتك كيف تسمع لحالها تحكي الكلام معك؟ وانت فاكر بقى قليل هتحكي لحد تاني غيري؟ طيب شو المطلوب مني هلا؟ انت عارف انا عاوزه ايه كويس؟ جواز. انسى. انسى؟ طب لما انت بقى مالكش في الجواز كنت بتعمل كده ليه من اساسه؟ ها لو سمحتي تلزمي حدودك بلا الكلام. انا الزم حدود؟ وما المفروض اتكلم ازاي مع واحد ندل وواطي زي حضرتك؟ لا الكلام هيك خلص بيني وبينك، وخلي رفيقتك تنطح راسها بالحيط. سلام. شو بعمل هلا بطني هيدا؟ مش عارفه اقولك ايه يا إيلين، بس يعني في خطوره على حياتك لو البيبي ده نزل. مش مهم، انا هون علي موت، علي نعيش بلا شرق. معقول يا ملك إيلين تعمل كده؟ دي بنت مقدمة جدا. بليز يا اياد ما تتكلمش مع اي حد في الموضوع ده لو سمحت. طيب ممكن تسيبيني انا اروح اتكلم مع الواد الندل ده؟ انا اتكلمت معاه كتير قوي يا اياد، حاولت معاه كتير مفيش فايده، ده ولد قليل ادب وانا متاكده انه مش هيعمل اي حاجه. المشكله دلوقتي ان ايلين عايزاني اعمل لها عمليه اجهاض. ايه؟ اجهاض؟ لا يا ملك ده في خطوره كبيره جدا عليكي. ايوه بس ايلين صاحبتي وما ينفعش اتخلى عنها يا اياد. ماشي، لو انت مصممه في الموضوع ده يبقى تعملي عمليه بعيد عن شغلك وعن مكان عيادتك. يعني ايه؟ اياد اجر لي شقه وجاب لي ممرضه عشان تساعدني، واتفقنا ان احنا نعمل عمليه في الشقه لإيلين، وانا جبت معايا كل المعدات. Thank you.
ايوه اياد اللي ماتت 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 جه اياد واخدني انا والممرضه نزلنا حطينا جثه اياد في عربيته وركنا العربيه في شارع بعيد عن الشقه هو بلغ البوليس عشان يلاقوا جثة ده طبعا بعد اللي هحمله ان اللي كانت صعبانه عليا قوي يا ملك ايه الحكايه الحكايه صعبه جدا بصي انا فاهم طبعا انت كانت نيتك ايه وانت بتعملي كده انت كنت عايزه تساعدي واحده صاحبتك وتداري على الضحك بس انت فاهم طبعا اللي عملتيه ده كان اكبر غلط بس انا برضو مش قادر افهم ايه اللي خلى اياد يقلب عليك بعد الحادثه بدات اشوف اياد على حقيقته الانسان تاني خالص انسان اناني محبش غير نفسه بس ظبطته مع ممرضه في المستشفى مرضتش افضحه اكتفي ان انا ابعد عنه قلت ينسى اي حاجه بينا ساعتها قلب علي طبعا جه وراكي مصر دلوقتي عشان يساومك يا ترجعي له يا يبلغ عنك جرى ايه يا حازم؟ انت هتفضل سايب مراتك كده غضبانه عند اهلها وهي لسه في شهر العسل؟ اعمل ايه يعني؟ انا رحت عرضت نفسي للخطر ودفعت لها الفديه وفي الاخر الهانم زعلانه يا نهارك اسود انت ما كنتش عايز تدفع الفديه لمراتك؟ ايه يعني؟ عايز تسيبها للعصابه عشان يموتوها؟ وانت عايزاني اعمل ايه يا ماما؟ تروح تصالحها انت عايز الناس تاكل وشنا؟ يقولوا علينا ايه؟ افرض حد جاي يبارك لكم يلاقي مراتك غضبانه عند اهلها يلا يا حازم قوم وتصالح مراتك يلا يا حازم يا ملك اقسم بالله ما قلت لخالد حاجه وانا قدامك عيل صغير يا سلام امال خالد عرف منين معرفش ما يمكن يكون اياد ده هو اللي قال له ازاي يعني معرفش يا ملك ازاي يعني انت هتعملي فيها وكيل نيابه قلت لك معرفش ما قلتلوش حاجه معقوله يعني يكون حد اسمني لما جالي البيت هنا جالك البيت هنا هو جه هنا البيت
كانش نفسه يفضل قدام عينيه. مين فينا حبه ضاعش مش ندمان عليه؟ مين فينا ما كانش نفسه يفضل قدام عينيه؟ ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. إن قدرنا ونصبنا نعيش على ذكريات، ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. إن قدرنا ونصبنا نعيش على ذكريات.